طب علاقتك بدينا كان في فترة متوترة ونبي جدا. دينا دي جميلة وطيبة. أيوة بعد كده صالحته. أنا بقى اللي عاجبني فيكوا، برافو عليكوا. إيه بقى بعد ما هي متسرعة، هي ست ماشية بدماغها كده ومتسرعة بس أنتوا الاتنين أطيب من بعض. هي ممكن حتى تبقى أطيب مني والله، يعني بجد والله العظيم. أنا يعني أنا اللي عجبني إن هي عفوية لدرجة إنها بتقول كلام أوقات ما بتحسبش حسابه. بعد ما قربتوا من بعض، ممكن يبقى نوع من الطيبة. بعد ما قربتوا من بعض اكتشفتوا إيه يجمعكم؟ إن كان في حوار، قاعدة. هي أنا بحب الستات الأقوياء، وسدينا قوية جدا جدا الحقيقة، ومهما عملت فيها الحياه دينا واقفه، اللهم صل على النبي، يعني على رجليها. طب القصه تحولت ازاي لصداقه؟ يعني انتوا الاثنين كنا بنصور، كنتوا ضراير والله، كنا بنصور، كانت هي جايه ضيفه في فيلم اسمه العميل صفر، كنا انا واكرم حسني وهو اكرم وعبير الجرحي مديره اعماله، كانوا على درايه بالخلاف اللي بينك وبين المفتعل، يعني المفتعل اللي بيني وبين دينا. فهم كانوا قلقانين من اليوم اللي هي هتيجي تصور فيه. اي ثينك كان عندهم اوبا في نار حرب. مش هم مش انا اصلا ما فيش مني قلق اساسا، انا عمري ما هتضايق حد، يو نو. ف وكان مشهد فينا كل الممثلين وفي الاكستراز، مشهد كبير. ف انا قاعده كده ولقيت اكرم، ولا والله دينا هي اللي جت بتقولي انا مش عايزاكي تبقي زعلانه مني. ما دي دينا. قلت لها والله ما زعلانه، ام نوت. وبعدين فجاه ابتدينا نرغي جدا، واقفين على جنب كده بنرغي، فالناس كلها قاعده بصلنا من بعيد كده، عارفه مش مصدقين. هما كانوا فاكرين اليوم ده هيبقى فيه بركان ولا حاجه. وبعدين اكرم يطل علينا، انتوا كويسين؟ قال له احنا كويسين جدا. وقعدنا نهزر وبقينا بقى we're fine, you are completely fine. وبقيتوا تتكلموا مع بعض والحياه عادي وعدت الازمه. طب ايه الحاجات اللي كانت غلط هي فاهماها غلط او انت فاهمه غلط وتصححت لبعض، ولا هو الوقت؟ لا هو كان في طبعا حاجات هي فاهماها غلط تماما تماما يعني، والجمهور كان بالتبعيه فاهمه غلط، لان انا ما كنتش بتكلم. اللي هو ايه بقى؟ كنت فاهمه ايه يعني غلط؟ انا وسامح اتطلقنا. اتجوزنا مرتين واتطلقنا مرتين. فالتاني مره لما اتطلقنا سامح اتجوز دينا بعد طلقنا التاني بالثلاث سنين. يعني ما اتجوزهاش وهو معاكي خالص. وانا وهي لم نتلاقى، ما كانش فيه هاو دو ساي مفيش طلاق، مفيش لما طلاق خلاص. يعني لا هي عدت عليا في جوازتي ولا انا عديت عليها في جوازتها، يعني عارفه قصدي. امال اللينك جه منين؟ اللينك انه سامح كان ماي بيست فريند. فهي كانت بتغير. لا ما كانتش بتغير، هو بس كانت بتقلق. كان في ناس غالبا دخلوا في دماغها، دخلوا في دماغها حاجات انا ما اعرفش مين الناس دول. هي لطفا منها ما قالتش هم مين يعني. بس هو مش هو ده الحقيقه. وانا بقى أصلاً كنت متجوزه اصلا وقتها. وقتها كانت بتوصفك بالشريره. شريره. طبعا هي فهمت دلوقتي ان انا مش شريره خالص، وكان ليه وقالت لي والله العظيم انا عارفه، انا عارفه عرفت.